في موضوع آخر، دخل القضاء على خطة العملية الانتخابية باعتباره الضامن لشفافيتها من خلال الرقابة القانونية واللجوء إليه في حالة النزاع أو في حال النزاع، خاصة أمام اقتراب إيداع قوائم الترشيحات وموعد الانتخابات. تابع المزيد مع سفيان بوعون. مع بداية العد التنازلي للعملية الانتخابية تشريعية 12 جوان القادم، تتجه الأنظار قبل ذلك نحو القضاء بشقيه الإداري والعادي ودوره في هذه المرحلة المفصلية. إلقاء الضوء على هذا النص الجديد وتبسيط مفاهيمه ومعرفة الدور الذي منوط بالمحكمة أو بالقضاء الإداري في هذه المسألة. يوم دراسي بالمحكمة الإدارية لولاية ميلا نوقش فيه وتم تسليط الضوء بشأن الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في ضوء الأمر 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات. القانون جاء بضمانات تعزز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ودعمها بالرقابة القضائية على مختلف الإجراءات والقرارات التي يمكن أن تصدرها مختلف الجهات مرتبطة بتنظيم والسهر والسير العملية الانتخابية. صحيح، السلطة المستقلة للانتخابات هي التي تتلقى ملفات الإيداع والترشح، ولكن قرارها ينبغي أن يكون قرارا قانونيا معللا وصريحا ويقبل الطعن أمام السلطة القضائية ممثلا في المحكمة الإدارية، وقرارها قابل للطعن بالاستئناف. إذا الضمانات القضائية متوفرة بما يكسب العملية الانتخابية نزاهة أكثر وأكثر. فالقانون العضوي الجديد بحسب المختصين يشكل السقف الأعلى بالمقارنة بما سبقه من المتغيرات الجذرية الواردة فيه.